يا مساء الفل، اهلا بيكم في يوم جديد في مطبخ لايف في النايل لايف. النهارده هنعمل داوود باشا، تمام؟ لان طلبت مني الاسبوع اللي فات من مدام فاتن وقلتها هوا وحبيت ان انا نطبقها لها، وهعمل رز بالشعريه. هو ما فيهوش حاجه جديده، بس انا هقول لكم على مكون هيفرق في طعم الرز في الشعريه خالص، التكه بتاعتي انا. وهعمل يعني جنب الاكله ديت نعمل بدنجان مخلل كده بالطريقه الشعبيه بتاعتنا، يبقى احنا كده عاملين يوم حلو قوي. يبقى احنا ننزل بالمنيو على الشاشه. انا عندي النهارده داوود باشا، وعندي رز بشعريه، وعندي بدنجان مخلل، تمام كده؟ انا هبتدي بالرز عشان يلحق يستوي، وبعد كده نشتغل بقى في داوود باشا براحتنا. فبعد اذنكم ننزل بمقادير الرز. عندي رز بالشعريه، عندي كوبايتين رز مصري، كوباية شعرية، مادة دهنية، ملح، وخولجان باودر. ايه ده؟ ايه؟ ايوه هو ده، هو خولجان الباودر. انا هشتغل بيه باودر النهاردة، وهقول لكم على النوع دوت احنا ممكن ندخله في حاجات تانية ايه، وهقول لكم التست الجامد اللي بيبقى في الرز بالشعرية، ما اقدرش اقول لكم طعمه وريحته هتبقى عاملة ازاي. فهو الجديد في النهاردة ان انا بعمل رز بالشعرية، مش ان انا عاملة رز بالشعرية، ان انا قلت لكم على التكة بتاعتي الخولجان باودر. مش هتلاقيه باودر، هتلاقيه ثمره بتبقى شبه ثمره الجنزبيل تقريبا، بتستخدميها مع الرز، وبنستخدمها في حاجات تانية هقول لكم عليها حالا. هنزل هنا حبه زيت، تمام، وهنزل بالماده الدهنيه السمنه. عارفه بقى يعني اقول لك حاجه كمان، لو بتعملي صينية بطاطس حطي بقى حبة خولجان معاها بودر، هتبقى تحفة، هتدي ريحة وتست ما اقدرش اقول لكم هيبقى عامل ازاي. هنزل هنا بالشعرية، كل كوبايتين رز عليهم كوباية شعرية عشان يبقى مفلفل ويبقى حلو، تمام. قلبي هنا كده، انا هنا حاطة الزيت بتاعي يسخن علشان احمر بدنجان عشان يبرد شوية عشان اعرف اخلله، تمام. البدنجان ده بقى اقول لك حاجه، هاتي كيلو مثلا، كيلو ونص بدنجان، وخلليه وقلبه في الثلاجه، وحطيه اعصري عليها 3 4 ليمونات، واسحبي منه على مدار الاسبوع. حلو قوي، كل ما بيقعد بيبقى حلو. طب انا مش عايزه احمره عشان ما يبقاش مزيت كده والدنيا تبوظ، اسلقيه، تمام. بس هقول لك حاجه، اغسليه، شيل القطعه الخضراء، خلي الثمره كامله، واسلقيه زي ما هو. اطفي عليه وهو حي شويه وصفيه، البخار هيكمل سواه عشان ما يتهريش منك. بالعكس البدنجان المسلوق المخلل بيبقى ليه طعم تاني خالص، وبينزل لون كده موف، بيبقى شكله حلو قوي مع الليمون والثوم، تمام. انا كده قلت ان انا هعمل الرز الاول عشان يلحق يستوي، ونشتغل بقى في داوود باشا براحتنا مع بعض، تمام. فاحنا عندنا بقى الخولجان دوت، احنا بنحطه على الرز. انواع الرز عموما ممكن ندخله في الكبسه، في البرياني، في صينيه بطاطس، في يخني لحمه، في تورلي. بس لو مش موجود باودر هتلاقي هو شبه زي ما قلت ثمره شبه الجنزبيل، تمام. اوعى الشعريه تتحرق منك، يعني هي لازم الشعريه كلها تبقى لون واحد، ايدك فيها على طول وانتي بتحمريها. كوبايتين الرز نقربهم، وهو ده شكل الخولجان زي ما انتم شايفين. النطره دي بس اللي انا هحطها، ما تكتريش عشان ما تغيريش لون الرز، يعني ما يبقاش لونه ليه لون، احنا بس عايزين ناخد التست والطعم بس. فانا النهارده وانا بحط المنيو رز بالشعريه، رز بالشعريه، بس انا هقول لكم على التكه اللي فيه، وبنكمل المنيو يبقى لايق على بعضه. فهيبقى حلو في رز الشعريه، رز ابيض، رز واحده وواحده. احنا فاضل لنا تكه على الشعريه، وزي ما بقول لكم الشعريه والبصله بتاعه الرز الصياديه هي تكه ما بين الحرقان وما بين اللون اللي انت عايزاه. انا في الاسبوع اللي فات او اللي قبله مش متذكره كنت عامله رز الصياديه، قلت هي تكه ما بين الدرجه اللي انا عايزاها في البصل وتكه بعديها وهي بتبقى اتحرقت. حسيتي ان هي اتحرقت منك، هتمرر، ارمي البصلايه واعملي من اول وجديد بدل ما هتحطي الرز وتسويه وهيبقى مرر، تمام كده. ايه حلو قوي قوي كده، خدنا فيها
والميه عندي شغاله هنا اهيت عشان احط ميه سخنه على الرز. انا هعلي العيون كلها بعد كده نبقى نوطي عين للرز. تمام، بنزل بقى كده في التوقيت لما اخلص عشان يعني اقرب كده، بنزل بالخولجان. انا والله يعني انا مش برجح للباودر، ولا انا دايما الحظ بيلعب معايا لعبه مش تمام. يعني اقول لكم ابقى راحه عند العطار عشان اجيبه باودر، ما الاقيش الباودر، الاقي القطع ماشي جبت القطع، ابقى راحه بقى عشان اجيبه قطع ما الاقيش القطع اجيب الباودر. فهو دايما بيلعب معايا لعبه، بس بستخدمه سواء كده او كده بستخدمه. يعني هيدي نفس التست، مش هتفرق قوي كتير باودر من حب زي ما هو، بس لو هتستخدمي حب اكسريها لو كبيره برضو، عشان دايما بقول الاعتدال في التوابل مطلوب، مش عشان حاجه بتديني طعم كويس اكتر منها، لا هتاخدي نتيجه عكسيه. انتوا مش عارفه، انتوا شايفين معايا لون الشعريه كده زي ما انتوا شايفين، ايدي شغاله يمين وشمال عشان تبقى كلها لون واحد. احنا ستات شاطره، لازم الشعريه كلها تبقى لون واحد، رز واحده وواحده يبقى لون واحد برضو، ما نبقاش واحده لونها فاتح وواحده غامق، لا يعني والشعريه شعريه محمره وشعريه محروقه، لا كله لون واحد. هي بس هتقفي تقلبي شويه عشان تضمني ان انت هتخرجي اكله شكلها حلو كده. اللون ده كده كويس قوي، ذهبي ده. هنزل الرز بتاعي، كوبايتين الرز، وزي ما احنا متعودين عشان انتوا زهقتوا مني اكيد، لازم نقلب شويه الرز في الماده الدهنيه ونغلفه بيها. والله عشان يبقى مفلفل، يعني انا كل غرضي ان الدنيا تبقى مفلفله وحلوه وما يعجنش. تمام، قلبي بقى كده من فوق لتحت كده، وايدك فيها برضو لان ممكن يتلسع منك، هتلاقي الرز اتحرق من تحت. ايدك تجيب الحله كلها يمين وشمال يمين وشمال. تمام، جيب الملح، حط الملح بتاعي. هو الواحد بقى يحط ملح يعني يعني خلاص الواحد بقى عارف الكميه دي هنحط لها قد ايه. انا هنا عندي زيت سخن، هنزل بس بالبدنجان وهنقول مقاديره مع بعض بس عشان نكسب وقت. تمام، خلي بالك عشان الزيت ملوش امان في التحميص، انا عشان ما تحرقش هعمل حاجه كويسه قوي وهغطي. نعم، معايا تليفون، معايا فاطمه. الو، اهلا. ازيك؟ اهلا يا فاطمه، ازيك؟ اموريني. عايزه بس البيتزا. نعم، عايزه طريقه البيتزا. البيتزا؟ ايوه. عيني، حاجه تاني؟ فاطمه اطفي التلفزيون واسمعيني من التليفون. انا عايزه طريقه البيتزا. انا سمعت والله، حاضر. عينيا. تمام، نورتيني يا فاطمه. فاطمه زعقت، انا كنت سامعاكي والله بس مش اكتر. انا غطيت هنا البدنجان عشان طرطشه، وعند مرحله معينه كده احط كام قرن الفلفل ده معاها بس عشان ما يتحرقش. تمام، هنزل بقى كده بالميه، كفايه قوي كده. قلبيه بقى كده، هنخليه على عالي شويه، وبعد كده هنوطي عليه. هنقله بقى هنا كده وهنوطي عليه لما يغلي. بص على الباذنجان، زي ما قلت احنا ممكن نسلقه كمان، بس انا غطيت عليه عشان ما يتقطعش ويبهدل الدنيا. انزل بالفلفل كمان معاه، بس هجيب السكينه كده، انا مش شايله العنقود بتاع الفلفلايه، مخليها زي ما هو، بس هديها تكه كده بس عشان ايه ما يفرقعش ويبهدل الدنيا. وانا شغاله كده ممكن ننزل المقادير، ايه رايكم على الشاشه؟
معايا البدنجان المخلل، تمام؟ عندي نص كيلو بدنجان عروس، عندي فلفل حار، عندي فلفل بارد، عندي ثوم وخل وليمون وملح وكمون وشطه وزيت للتحمير. عندي ايه بقى؟ يبقى عندي بدنجان عروس وعندي فلفل حار وفلفل بارد، ثوم، خل، ليمون، ملح، كمون وشطه وزيت للتحمير. تمام كده يا ستي؟ احنا بنحمره وهنسيبه يتحمر. انا هنا اشرح حاجه وبعد كده نشتغل في داوود باشا. انا هنا لو الكاميرا بس تجيب لي بعد اذنكم، انا عملت برضو قبل الهوا، عملت ايه بقى؟ الخلطه بتاعه البدنجان، الثوم حطيته في الهاند بلندر مع الفلفل مع الكمون مع الملح مع الشطه مع كل حاجه وضربتهم بقى سائل كده. انا قبل كده قلت ان الخلطه دي صديقتي في المطبخ، على طول البرطمان موجود باخد منها على اي حاجه، تمام؟ باخد منها على كل حاجه، باخد منها على الفول، باخد منها على البطاطس المهروسه، تتبيله السمك بدخلها في الكبده الاسكندراني، فقلت التتبيله ديت او الخلطه ديت المكونات ديت هنستخدمها في حاجات كتيره. بس انا برضو ما كتبتش بس اجتهدت، يعني انت ممكن تقطعي طماطم برضو هنضيفها معاها، هنحط حبه بقدونس، هنعلق القيمه الغذائيه بتاعتها. بس هنروح نبص على الباذنجان ونيجي لسه شويه. ايه رايكم بقى ناخد ايه مقادير داوود باشا عشان ايه نشتغل فيها؟ بس اقلب الرز بتاعي ده. زي ما انتم شايفين الرز الميه بتاعته لونها زي ما هو، الخولجان ما غيرهاش لان انا حاطه ذره، انا مش مكتره الدنيا فما غيرتليش لون الرز. هوطي عليها بقى. انا هقول حالا مقادير داوود باشا، فالشاشه موجوده على الشاشه لغايه ما اقراها، يعني ممكن تصوروها او تكتبوها. عندي نص كيلو لحمه مفرومه، عندي ملح وفلفل، عندي بهارات وعندي كزبره ناشفه، عندي بقدونس وعندي عصير طماطم وعندي مكعب مرق وعندي 2 حبه بطاطس مكعبات. يلا نقول تاني، عندي نص كيلو لحمه مفرومه، عندي ملح وفلفل، عندي بهارات، عندي كزبره ناشفه وبقدونس وثوم مفروم وبصل مفروم وعصير طماطم مكعب مرق 2 حبة بطاطس مكعبات. البطاطس اختياري بس انا تحت بند ان انا عشان لما اكل الولاد يبقى انا كده الوجبة بتاعتي متكاملة، فانا حبيت ادخلها فيها زي كفتة الرز كده لما ساعات بنعمل فيها بطاطس. هي كفتة الرز تيست مختلف خالص عن داوود باشا، بس احنا زي ما بنقول احنا دايما بنحاول نعلي القيمة الغذائية ويبقى كده واخدين وجبة متكاملة، تمام؟ معايا تليفون، معايا سيدة. الو، معاك فين؟ اهلا اهلا بحضرتك. ازيك؟ ربنا يبارك لك، كل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ربنا موريني يخليك. ربنا يخليكي ما يمر عليكي وقت ابدا يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. انا عايزة طريقة الحجازية لو سمحت. الايه؟ الحجازية. حاضر. احنا كنا لسه بنتكلم ان احنا عايزين نعملها ان شاء الله في يوم شعبي باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. عيوني يا عيوني يا سيدة. حاجة تاني؟ حبيبتي ربنا يخليكي. تأمري يا حبيبة قلبي. حبيبتي كرمتي مني. ميرسي ميرسي، باي باي. هطلع حالا الفلفل، انا مش عايزاه يتحرق، يعني انا عايزاه كده عشان لما بيتحرق ما بيبقاش شكله لذيذ. يعني البدنجان لسه شويه. بصوا يعني انتوا لو واخدين بالكم انا البدنجان انا باخده شقه كده من الجنب عشان اضمن ان هو استوى وما بوظش شكله وانا بحشيه، يبقى هي مفتوحه، تمام؟ لسه البدنجان شويه هسيبه. بس هنعمل ايه بقى؟ هنعمل داوود باشا نشتغل فيها. هتاخد حاجات كده وهقدم حاجات. انا هتبل الفراخ، سوري اللحمه بتاعتي، هنزل بالبصل بتاعي وهنزل بكل البهارات، تمام؟ فلفل اسود نصه، ادي البهارات، وهجيب بقدونس. احنا ممكن نطلع فاصل امتى؟ تمام. انا
هقطع البقدونس وهظبط التتبيله، ما تكتريش قوي فيها يعني، ما تكتريش في البقدونس، بس احنا بنعلي القيمه الغذائيه وبندي تيست كويس. ممكن تحطي كزبره كمان بتبقى حلوه قوي، زي الكفته البانيه كده لما بنحط لها عوضين شبت تبقى حلوه، فاهماني كده؟ انا جاهزه ان انا اطلع فاصل، تمام، بس اشيل معاكم الباذنجان وهنطلع فاصل بعد ما اشيل الباذنجان. تمام، هشيل الباذنجان وهغطيه بنفس الغطا عشان اضمن ان هو استوى كويس والبخار ظبطه. انا هطلع فاصل مش هكمل اي حاجه غير لما ترجعوني، فاصل ومستنياكم. انا قبل الفاصل حطيت البصل وحطيت كل التوابل وحطيت عضين بقدونس وتبلتها كده وحبه ملح وبس كده. انا في ناس داود باشا بتحمرها، انا النهارده هدخلها الفرن كده، مش عايزه احمر، مش عايزه اخلي الدنيا تقيله، كفايه حبه الماده الدهنيه اللي احنا هنحطها في الصلصه بتاعتها. تمام، تعمليها كده، مش هتحطي اي ماده دهنيه كمان، انت هتدخليها الفرن هي تنزل الزيوت الزياده اللي فيها، يبقى احنا كده تخلصنا من الدهون الزياده اللي فيها، ما شبعناهاش بدهون اكتر من التحمير. وهناخد نفس التست وهننزلها في الصلصه فهتبقى حلوه. انا عامله نص كيلو، النص كيلو ده يكفي اسره 3 افراد تقريبا يعني. تمام، بندعم بالبطاطس، بنكتر الوجبه شويه لما هتحطي لكل واحد 4 وحدات مع حبة بطاطس، يبقى كده الدنيا هتبقى حلوة، بدل ما هيبقى كفتة بس زي كفتة الرز كده. انا قلت ان احنا بنعملها بالبطاطس، انا بحبها بالبطاطس، وفي ناس بتحط لها خضار مشكل، بسلة وجزر، تمام، بس انا بحبها بالبطاطس. فبرضو قلنا ان احنا ندعم الدنيا وتبقى وجبة مشبعة على نص كيلو لحمة كده. انت ممكن تأكلي زي ما قلت من 3 لـ4 افراد مع 3 بطاطسيات، هتبقى الوجبه كويسه وهتكفيه. تمام، احنا قلنا نص كيلو بس، انا جايبه اللحمه بنسبه دهن قليله جدا، وهتخلص زي ما قلت من الدهن زياده في الفرن. تمام، لو انت بتحبي تحمريها حمريها، مفيش ادنى مشكله، بس احنا شويه نحافظ شويه يعني. تمام، ادي كده اخر واحده، دخلها الفرن، مش حط اي حاجه، تنزل ميتها وتاخد لون بسيط، وكده كده احنا هنعمل الصوص بتاعها. يلا هدخلها الفرن واجي لكم. هي كده في الفرن. يلا بقى الصوص ايه بقى، عباره عن ايه بقى؟ طبعا مش ناسيه الباذنجان، احنا هنخلي الباذنجان والرز بتاعنا على النار، بس نعمل الصوص بتاعنا عشان يتسبك، وبعد كده نخلل الباذنجان. زي ما قلت اعملي الباذنجان ده وعينيه في التلاجة كده، هيبقى حلو، وتسحبي منه جنب فطار يوم الجمعة لما تعملي فول وطعمية، هيبقى حلو، تسحبي منه الغدا هيبقى تمام برضو. تمام، نضف كده مكاننا ونيجي نعمل الصوص الأحمر بتاع داود باشا. أنا الطاسة بتاعتي هنا على النار، الحلة بنقلها، انا هنا الباذنجان حمرته وقلت ان انا كتمته شويه بالغطا مع الحاجات اللي فيها تحمير وزيت، استخدمي غطا عشان الولاد وعشان انتي. تمام، انا هنا كده الحله بتاعتي بنزل بالماده الدهنيه، عايزه بقى عايزه تعمليها بالزيت بس مش هتقول لا، عايزه تعمليها بزبده مع معلقتين زيت برضو مش هتقول لا. الرز بتاعي شغال كويس وان شاء الله يستوي قبل ما نخلص هوا. هنزل بالبصل، هقرب التومه وهقلب الطماطم، مكعب المرق هحطه جوه الطماطم وبس كده. نفس كفته الرز، بس في ناس انا قلت قبل كده الاجتهاد في الاكل يعني هي مدارس وهي اجتهادات، وممكن انت تبقي شايفه الوصفه من كارول بمكونات معينه، تيجي وانت بتطبخيها تعملي حاجه تحسسك ان التست افضل، وممكن يبقى فعلا التست افضل. فاحنا كلنا بنجتهد، ماشي؟ ففي ناس بتعملها تومه بصلايه وتومه، وفي ناس بتعملها ببصلايه بس، وفي ناس تعملها بتومه اللي هي انا بعملها بتوم بس.
مش عارفه، بحس عارفه يعني، بحس ان طعم التومه كده فيها حلو يعني، الريحه حتى كده تحفه. فهي وكفته الرز توم بس، زي المكرونه الحمراء يعني، انا والدتي بتعملها صلصه بس، الطماطم مع عصير الطماطم مع صلصه بس، وانا بعملها بالتومه برضو، بحبها بالتومه، وفي ناس بتعملها ببصله بس، وفي ناس بتعملها بتومه وبصله، وكلهم طعمهم حلو. فانتي كل ست ليها مدرسه ماشيه معاها وهي مبسوطه بيها ومعجبه بيها يعني. تمام، التومه انا عايزاها لونها جولد فاتح، مش عايزاها غامقه عشان ما تمررش، لان التوم لما بيتحمر زياده بيمرر. هتقول الدنيا هتبقى كويسه. انا مش عايزه اقلب الرز، بس الرز شغال تمام. انا هنا الطماطم انا عصرتها وضربتها في الخلاط وصفيتها. للي متابعني عارف ان انا بحب اصفي الطماطم في اي حاجه فيها صوص، عشان منظر البذر ومنظر القشر انا مش بحبه في الاكل. هو بس انا ما بصفيهاش في خلطه المحشي زي ما هي، لكن اي صوص بقى في خضار في اي حاجه زي ما انتوا شايفين، انا هنا ضربتها في الخلاط وصفيتها واديتها غلوتين على النار عشان الوقت بتاعي وتثبت مني تلحق تخلص مني على الهواء. زي ما انتوا شايفين لونها حلو وما فيهاش زي ما بقول البذر والايه والقشر. انا مش هحمر البصل اكتر، التومه اكتر من كده. انزل بقى كده الطماطم بتاعتي واسيبها بقى مع نفسها تتسبك بقى، نكون احنا عملنا ايه، نكون خللنا البدنجان. بس انا هسيبها تغلي غلوه واحده وهنزل بالبطاطس عشان الوقت، تكون الكفته خلصت. انا قلت بقى ايه هنا بقى، احنا قلنا ان احنا عندنا هنا في البدنجان الخلطه ديت انا عاملاها توم وفلفل حار وفلفل بارد، لو عندك فلفل احمر حطي، كمون. اساسها بقى في التوابل زي ما بقول، انتوا بتزهقوا مني اكيد، عندي اسئله كتير قوي، ان لا طب انا احط ايه مكان ايه، في مكونات كده لازم تحطي الحاجات اللي انا بقولها. تمام، وفي حاجات اجتهدي انتي، فالكمون اساسي في الوصفه بتاعتي النهارده بتاعت البنجان. بس ايه رايكم لما طالما احنا شغالين في البنجان ننزل على الشاشه بالقيمه الغذائيه للبنجان، فرصه بقى ان احنا بنتكلم في البنجان. بصي يا ست الكل، البنجان بيساعد البنجان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، تمام، وبيعزز صحة القلب والشرايين، وبيحتوي على العديد من الألياف اللي بتساعد على الإحساس بالشبع وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن، وبيساعد البدنجان على الحصول على بشرة صحية وشعر سليم لاحتوائه على عنصر الحديد. يبقى كده هو بيقلل لي مستوى الكوليسترول في الدم، وبيعزز صحة القلب والشرايين، وبيساعدني وبيديني إحساس في الشبع في إنقاص الوزن، وكمان بيساعدني ان هو على بشرة صحية وشعر صحي عشان الحديد اللي فيه. طبعا احنا بندخله في حاجات كتيرة جدا، واحنا عملنا قبل كده برضو انا وزملائي شهاب ودينا، عملنا كل حد فينا عمل ايام للبدنجان، اشتغلناهم باصناف متعددة. انا هنزل هنا بالبطاطس بتاعتي يعني تستوي مع الصلصة، عشان لما اشتغل انا بقيه المكونات ما يبقاش في عندي ايه حاجه معطلاني. تمام، انزل كده بالطماطم اللي انا مقطعاها، برده ممكن نحط حبه بقدونس، عايزه تحطي حبه كزبره مش هتقول لا خالص، زي ما بقولنا احنا بندي شكل وبنعلي القيمه الغذائيه في الطبق بتاعي. فكل ما هتزودي حاجات، ممكن تقطعي تبشري جزرة، ممكن تقطعي خيار صغير، فاحنا بنعلي القيمة الغذائية وبندي شكل حلو، الاخضر مع الاحمر مع الاسود هيبقى شكلهم حلو قوي. وزي ما قلت الصنف ده، بس انا هقولك بقى حاجة، مش انا عمالة اقول ايه اعملي علبة وعنيها في التلاجة واسحبي منها، لو هتحطي طماطم وهتحطي اللي انا عاملاه ده اعملي على قد اليوم بس، عشان الطماطم ممكن طعمها يغير. لكن لو هتعملي الخلطة من غير طماطم دي ممكن تقعد معاكي
نهرب معاكي 10 ايام مش هيجرى لها حاجه، بس لما تبقي عامله الطماطم الحركه اللي انا عاملاها ديت دي اعملي على قد اليوم بس بتاعك، عشان الطماطم لما طعمها يغير ما يبقاش فيه مشكله. انا هجيب طبق كده وهروح ابص على داوود باشا بتاعتي مش هنساها، وهاجي نخلل مع بعض البدنجان، بس نروح نبص على الكفته. تمام، زي ما قلت انا عايزاها بس تاخد لون، تنزل السوائل وتنزل الدهون اللي فيها. انتوا يعني مش عارفه انتوا ينفع حد تشوفوها؟ انا نزلنا هنا الكفته، نزلت السوائل بتاعتها تمام، وهندخلها تاني تشرب بقيه الميه بتاعتها، نكون خلينا البدنجان تمام. فانا ممكن كمان اطلع فاصل وارجع اكمل معاكم الاصناف بتاعتي، فاصل ومنتظراكم. اهلا وسهلا، احنا بقى نخلي البدنجان بقى خلاص كده تمام، دعامي كمان بليمونه كده مش هتقول لا، وافكركم ان انا قلت لو هتعمليه بالطماطم زي ما انا عامله كده ما تعمليش كتير، اعملي على قد الوجبه بتاعه اليوم بس، عشان الطماطم هتغير وهتنزل ميه وممكن ما تبقاش ظريفه تاني يوم. زي ما انتوا شايفين انا محمراه وفتحه فتحه بسيطه كده عشان لما اجي اعمل احشي ما بوظش منظره تمام. تدي بقى كده حلو قوي بقى، ده مع طعميه مع فول مع بطاطس مهروسه مع يعني مع اي حاجه، الحاجات دي حلوه في البيت يا جماعه. الحاجات دي كويسه في البيت، والمخللات والحاجات ديت لما بتعمليها انت في البيت بتبقى افضل وانضف واحلى. برضو اعملي علبه بابا غنوج وحطيها في التلاجة، اسحبي منها هتمشي مع اكل كتير هتبقى حلوه. ناخد الفلفل بتاعنا كده، ده كده 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 تمام. قلت لو مش عايزه تحمير اسلقيه في حبه ميه بس، وعلى النار نزليه حي شويه مش كامل السوى عشان ما يتهريش، وهيكمل البخار هيكمله. قلت لونه بيبقى احلى وبينزل لون موف كده لما بتعصري عليه الليمون وبيبقى تحفه. في ناس ما بتحبش المحمر تقول لك مزيت ومش عارفه ايه وكده، بس هي امزجه بقى تمام. ادي اخر واحده هنا كده، ممكن بقى نحط كمان فوق الوش كده، الحاجات الشعبية بتاعتنا ديت هي دي اللي بتأكل زي ما بيقولوا. ادي كده احلى طبق بدنجان مخلل بقى ماشي، ممكن تعمليه نحطه على المائدة. يبقى احنا كده عملنا البدنجان تمام، حاطين له طماطم وحاطين له بقدونس ومزودين القيمه الغذائيه بتاعته قوي. اروح اجيب الداود باشا، هي كده تمام. هي كده حلوه قوي، نزلنا الدهون اللي فيها. هي انا زي ما قال لكم انا جايباها حمرا ما فيهاش نسبه دهون كتيره. الو، معايا تليفون، معايا مريم. يا مساء الخير والسعادة، وحشتيني. ازيك يا جميلة؟ ازيك يا مدام مريم؟ وحشتيني وحضرتك والله، كل سنة وانت طيبة. يا وردة وحشتوني. الله يخليك يا مدام مريم. يا ملانة يا هالة في الجناح يا سرعة الهالة. ماشي يا مدام مريم، عاملة ايه؟ الله يخليكي. كل... انت عاملة ايه؟ كله زي الفل. انت طيبة في عيد الحب الجميل ده. حبيبة قلبي تسلميلي. انا سعيدة عليكم وعلى مدام كريستين والمعدين والمصورين وكل الناس. على مطبخ لايف كله. وكل الدنيا اللي معاكم يا رب. حبيبتي حبيبتي. عيد سعيد عليكم كلكم ورمضان بخير عليكم كلكم. الله يخليك يا مدام مريم، الله يخليك. الله يخليك يا غالية. الله يخليك. طلبتي مني مرة داوود باشا وأنا عملتها لحضرتك. نعم. طلبتي مني مرة داوود باشا وعملتها لحضرتك النهاردة. أنتِ بتعملي الخير كله. الله يخليك، تسلميلي حبيبتي. وطريقتها جميلة جدا جدا جدا. تسلميلي، أؤمري. طريقة جميلة ومبسطة وما تستفدش تعب في أكلتها. أكيد.
أموري يا حبيبتي. أكلاتك كلها صحية ومفيدة. تسلميلي يا مدام مريم. المفروض يغيروا البرنامج للأكل صحي ومفيد. كلنا بنشتغل على النهج ده. كل حاجة صحي ومفيد، ربنا يسلم أمرك. الله يخليكي. بطلب من ستي كفتة بطاطس بالفراخ مبسطة جدا جدا، تعمليها كده بمزاج. عينيا انتي، انا دايما اغلبيه الحاجات اللي بتسال فيها ما بلحقش اقول الوصفات بشتغلها. لا ربنا يديك الصحه والعافيه، تسلم ايديك حبيبتي، تسلم مؤسستك يا رب. تسلميلي وربنا يوفقكم دايما في كل برامجكم، انتي ودينا والشهاب كلكم يا رب تتوفقوا. بدعواتك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. مع الف سلامه. على راسي من فوق، ربنا يسعدها. الله يخليك يا فندم يا رب. مع ألف سلامة. باي باي يا حبيبتي، مع السلامة. أنا هنا بقى أسيب الكفتة شوية على النار، وهسيب الرز بتاعي برضو شوية، علي بس النار عليه حاجة بسيطة. وعايزين بقى إيه، عايزة أدلعكم شوية. بقالنا فترة ما عملناش حاجة لبشرتنا وشعرنا وكده، أنا اتلخمت عنكم ماشي. بس أنا النهاردة بقى إيه، هنزل لكم بماسك نخاع الشعر، تمام؟ لما ينزلي كده على الشاشه ابتدي اتكلم معاكم فيه، تمام؟ ده سهل جدا ان انت تروحي تجيبيه من عند الجزار. ماسك نخاع الشعر، بتجيبي معلقه زيت النخاع مع معلقه من العسل النحل ومعلقه زيت جرجير وصفار بيضه، وبتحطي الخليط ده على الشعر لمده 5 ساعات، تمام كده؟ زيت النخاع، هتقولي طب انا هجيب زيت النخاع منين؟ هاتي النخاع ودخليه الفرن، هينزل مادة دهنية، ده استخدميه. وموجود زيت النخاع برضو في بعض الأماكن العطارة، هتلاقيه زيت، تمام؟ وهقول عسل النحل موجود في البيت، زيت الجرجير برضو بقى متوفر، صفار البيض موجود، وخمس ساعات على شعرك. بتستخدمي الوصفة دي، أفضل أن أنت تستخدميها مرتين في الأسبوع. هنقول بقى إيه فايدة النخاع للشعر. بيحتوي النخاع على العديد من البروتينات والفيتامينات الهامة التي تغذي الشعر، وبيساعد النخاع على زيادة كثافة الشعر والحد من تساقطه، وبيساعد النخاع في ترطيب الشعر الجاف ومنحه النعومة واللمعان، تمام كده؟ يبقى احنا نروح للجزار ونقول له عايزين ماسورة ويكسرها لنا، وتاخدي النخاع اللي فيها وتحطيه على النار، تمام كده؟ او تدخليه الفرن، هينزل زيت بتاعه، تاخديه تستخدميه، تمام؟ مش كده، في دلوقتي زيت النخاع موجوده بوات، زيت الجرجير هتجيبيه، الازايز بتبقى بتاعتها صغيره لانها ما بتقعدش كتير وبناخد كميات قليله، فاستخدميه. زيت النخاع او ماسك النخاع للشعر تحفه، تمام؟ فاستخدموه وقولوا لي رايكم، تمام؟ يعني فاضل لها كده يعني حاجه بسيطه، تمام؟ لسه البطاطس بتاعتي، البطاطس خلي بالكم البطاطس دلوقتي بتستوي بسرعه، فخلي بالك زي القلقاس بالظبط كده. يعني القلقاس انا عملت قلقاس من يومين كده ماشي، هو انا ما تهراش مني، بس انا سويته كويس على النار وطفيت عليه، فطبعا كمل على البخار تسويه، بفتح الحله لقيته لا مهري يا جماعه، فخلي بالكم بقى، يعني تذكروا الموضوع ده. القلقاس في الفتره اللي احنا فيها ديت، هو والبطاطس اطفوا عليه حي شويه عشان الكتمه دي والبخار بيسويه، فما تغلطوش غلطتي، تمام؟ الرز بتاعي كده شوفوا كده، تمام حلو الرز، احنا ممكن نغرفه. معايا تليفون ام حمزه، طيب اخدها وبعد كده نغرف الرز. الو الو، السلام عليكم. اهلا، عليكم السلام. ازيك يا شيخه، عامله ايه؟ ازيك يا ام حمزه. ازيك يا حمزه؟ الحمد لله. كله تمام الحمد لله يا حبيبتي. الله يخليكي، اموريني. امر الله يا حبيبتي، ربنا يخليك حضرتك. كنت عايزه اسال النبي على الرز بلبن بتاع المحلات، بعد اذنك ممكن تقولي طريقته؟ ليه كده؟ يعني كده ده انا لسه عاملاه الاسبوع اللي فات، بس هقول لك. حاضر، معلش يا حبيبتي. عينيا، تأمري امر. ماشي يا حبيبه قلبي. احنا عندنا الرز بلبن، تعالوا نقوله بسرعه. الرز بلبن احنا بنجيب كوبايه رز على كيلو حليب، بس كوبايه رز مش كبيره. انا بحب اعمل كده، الرز بنقعه وبحطه على النار مع حبه ميه وحبه لبن، النص والنص. اللبن بيبقى بيغلي عندي، الرز هنا استوى، بحط الاثنين على بعض، بس ما بحطش المكونات كلها على بعض زي ما انتم عاهديني في وصفاتي.
شويه شويه، بنزل بالسكر، بنزل بالفانيليا، بنزل بكيس كريم شانتي ابيض ماشي عليها، بظبط السكر بتاعي، وممكن الرز يشكل مع الحليب وما تحتاجيش نشا، احتاج نشا معلقتين نشا بتدوبيهم في ربع كوبايه حليب وبتنزلي عليه. تمام كده، ده الرز بلبن. زي ما عملنا احنا يوم الاربعاء انا ما اتذكر، بس هو كان الاسبوع اللي فات، جبت طواجن وحطيت فيها وحطيت قشطه فوق الوش وحطيت حبة كريمة لباني، عندي كريم شانتيه حطيه، رشي حبة سكر بني او سكر ابيض عشان تكرمل الدنيا ودخليه الفرن، يبقى كده رز بالفرن زي اللي احنا بنجيبه من المحلات. عايزة بقى تعملي التست اللي هو بيبقى الوش بتاعه مكرمش كده شوية، بنقول دي قشطة، لا لا دي هي مش قشطة ولا حاجة، هو لما بيبرد غطيه او في فويل ودخليه التلاجة، غطيه فويل او لو الاطباق ليها غطا ودخليه التلاجة، تاني يوم هتلاقي عمل الوش وادى التست اللي احنا بنحبه في المحلات دي. فده الرز بلبن. يلا بقى نجيب الرز بتاعي ونغرفه ونخلي داود باشا اخر حاجه. تمام، في ناس بتحب الشعريه تبقى اكتر كمان من كده، بس يعني احنا بنقول ايه الاعتدال حلو، يعني احنا قلنا كل كوبايتين عليهم كوبايه. معايا تليفون تاني، فاطمه من اسكندريه. الو، اهلا اهلا بيك يا شيخ. ازيك؟ الله يخليكي، ممكن تقولي لنا وصفه النخاع؟ وصفه ايه؟ زيت النخاع ده، الوصف اللي انت قلت عليه دلوقتي. ايوه، اللي هي الوصفه بتاعت الشعر. عايزه اقول لك على حاجه، عمري احنا بنحبك وبنقول لك محمد فؤاد بيقول يا وحشني رد عليا ازيك سلامات. ايوه، خالده بتقول انساك ازاي، ووالده بتقول وحشتوني والله بحبك، وحليم بيقول ميل وحاجه تنزيله. والله انتوا عسل، ربنا يخلي، يا ربنا يديلكوا نعمه في حياتي. تسلمي لي. قولي حاجه تاني بعد اذنك. عينيا، حاضر، انت تأمري اللي انت عايزاه عينيا. تسلمي لي يا قلبي، ما تحرمش منك، ميرسي جدا لذوقك، تسلمي لي. هننزل بيها على الشاشه حالا وهقولها لحضرتك تاني. ميرسي جدا ليكي ولذوقك الماسك معايا على الشاشه اهو تاني، عندي معلقه من زيت النخاع مع معلقه عسل نحل ومعلقه زيت جرجير وصفار بيضة، هنحطهم 5 ساعات على شعرنا. انا بنصحكم ان انتوا تستخدموا الوصفه دي مرتين في الاسبوع. تمام كده، قلنا فوائد النخاع ايه بقى؟ فيه العديد من البروتينات والفيتامينات الهامه اللي بتغذي الشعر، بيساعد النخاع على زياده كثافه الشعر والحد من تساقطه، وبيساعد النخاع على ترطيب الشعر الجاف ومنحه النعومه واللمعان. وقلت زيت النخاع، يلا روحي للجزار هاتي الماسوره وخليه يكسرها لك، وخدي النخاع دخليه حطيه على النار او دخليه الفرن هينزل الزيت بتاعه واستخدميه. مفيش كده، في دلوقتي انا شفته في محل ما منزل ازايه صغيره من زيت النخاع، وزيت الجرجير برده هتلاقيه متوفر جدا، وعسل النحل في بيوتنا كلنا، وهتاخدي صفار البيضه تعملي الماسك وخمس ساعات وانت شغاله الصبح كده وبتغسلي شعرك وبتبقي زي الفل. مرسي جدا لذوق المتصلة، ودينا جاوبنا. ادي كده الرز بتاعي، رز بالشعرية. قلت انا مش قايلة حاجة جديدة في الرز غير الخولجان، هي دي التكة اللي انا كنت عايزة اقولها، وبكمل المنيو بتاعي عشان يبقى اليوم شغال كويس، وقلت ما تزوديش في البهارات ديت. ادي داود باشا كمان، دايما شايفين ريحتها حلوه قوي، نغرفها. البطاطس دي اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا، فما تتقيديش، ما بتحبيش البطاطس ما تحطيش، ما حبيتيش البقدونس اللي انا حطيته حطي كزبره، حطي شبت من غير خالص، مش هتقول لا وهتشتغل وتبقى حلوه قوي. بس انا عاملاها خفيفه لان انا دخلتها الفرن ما حمرتهاش، لكن لو حمرتي انت صح برضو. ماشي، احنا بنقول كل حاجه وبنقول ليها بدائل، واحنا كده عملنا احلى داود باشا واحلى رز، وكملنا الاكله بطبق مخلل جامد جدا، وكان اليوم بتاعنا زي ما انتم شايفين وجبه بنص كيلو لحمه مفرومه، عملنا وجبة هتكفي من 3 لـ4 أفراد، وبألف هنا وشفا. بس نظبط الدنيا كده، مش هحط تاني بقدونس فوق الوش.
الكفايه اللي انا حاطاه جوه. يبقى احنا كده عملنا ايه بقى؟ عملنا البدنجان الطبق الجامد قوي 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 حلو قوي ماشي، وعملنا الرز بالشعريه بالتكه الجديده. انا ما افتكستش حاجه النهارده رز شعريه زي اللي كلنا بنعمله، بس انا قلت التكه بتاعتي الخوريان. وعملنا داوود باشا بالبطاطس عشان تبقى وجبه كامله ونكتر الوجبه وتكفي الاسره كلها، وجبنا عيش عشان البدنجان والفلفل. ولو في اسئله معايا طبعا، لو فيش اسئله سعدت بيكم النهارده، وقتي خلص معاكم والحمد لله اطباقي كلها خلصت. السلام عليكم.